الأول. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اصرف عنا نظرة حسد للرزق ممسكة، أو للجسد ممرضة، أو للأبناء مفرقة، أو للبيوت مشتتة. اللهم اجعلنا في كنفك وحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم رد عنا عين الحاسدين والحاقدين والمؤذين يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واجعل مصرنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليه أفضل الصلاة والسلام. نورتني يا فضيلة الشيخ. يبارك فيك يا فندم. بشكرك جدا. خلاص التحرك.